بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد. وقوة نجزان قطب كتك مسيكو بورا تنكربية كوينجية كتك مسيكو يا أيام العشر ذي الحجة مبندلية كتك مسيكو هايا صوم مذكرة ونزنكم زي مجالس العشرة من دروس عشر ذي الحجة الأولى وعيد الأضحى وأيام التشريك والأضحية مجالس نكوزنكم زي مسيكو كوم ذي الحجة موانزون عيد الأضحى أيام التشريك نأضحية أمبي من ديكوا عبد القادر محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن الجنيدي حفظه الله تعالى. أنا سيما رحمه الله وحفظه الله. بداية المجالس: المجلس الأول عن فضل أيام عشر ذي الحجة يو يوبورا وهي مسيك ذي الحجة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إن دوغ وبورا سلمكم الله، فإن أيام عشر ذي الحجة الأول حقيقة يلما سيكو قومي يمانز ذو الحجة أيام فاضلة لما سيكو لكو مبورة وأيام معظمة وأيام جليلة لما سيكو لعظميشة لما سيكو متكوف وأيام مباركة لما سيكو لباركيوة إذ تضاعف فيها الحسنات وتعظم فيه الخطايا والسيئات وقوة نمسيك ومبايو ميما ينا نيونجيزو ينا تيوى نيونجيزو عندنياك نيكوكوزو يلي مكوسا نما ذنبي بل هي أجل أيام السنة وأعظمها وأفضلها بل هاي نمسيك بورا كتك مكمزيمة ميشانا ياكي نامي تكفياك نيني فضل زيدي. وقد نص جمع عديد من العلماء رحمه الله نعم تو ميليزو كوندي كبوة لما علماء الله ورحيم على أنها أفضل من أيام العشر الأخير من شهر رمضان، وما مسيكو هايا يدي الحجة قومي علي نمسيكو بورا وليكو مسيكو قومي يمشو يمويزي ورمضان. وجاء في حديث حسن إسناده طائفة من المحدثين أن النبي قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر عشر ذي الحجة. نقول لك حديث أبي بعد نفيون من فني حسن تومي مسيما صلى الله عليه وسلم بورا يمشانا دنيا نيلي مشانا كومي يعني مشانا يا مسيك كومي ذو الحجة. وصح عن مسروق بن الأجدع رحمه الله وهو من تلامذة الصحابة أنه سئل عن قول الله تعالى نيمكوجا حديثي أو ميليز لك وصحيك توقع مسروق بن الأجدع الله أمرهم أمين موجة كتكونا فونز ومصحابة قم بأي ليوليز كوسيانا قولياك الله الأسيمة وليالي عشر قال كسيمة هي أفضل أيام السنة هاي نمسيك بورا كتك مسيك يوم وكمزيمة. وقد نوه الله جل جلاله في كتابه العزيز بشأن هذه العشر نا الله أمكوزة kwenye kitabu chake tukufu jambo la masiku haya 10 wa annaha ayamu dhikrillahi subhanahu na kwamba hayo ni masiku ya kumtaja Allah azza sha'nuhu fi surati al-hajj wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumati na walitaja jina la Allah katika yale masiku maalum. Wa qala al-imam al-bukhari rahimahullah fi sahihihi wa qala ibn abbas fi ayamin ma'lumati ay ayamul 'ashr مسيكو كومي يذو الحجة مسيكو كومي يذو الحجة. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله قد كتفسيرك قسم عند هذه الآية والصواب من القول في ذلك عندنا نكلي تسيب قد كقولي يهيل كتسيسي أنها عشر الأضحى هاي لي لمسيكو كومي عيد يا مزهو وذو الحجة أبوني عندنا يكون عيد الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه ولإجماع حجة كتكالواتني وفسيري والمراد بها بالتأويل بأهل التأويل أهل التفسير.
الحافظ ابن كثير الشافعي رحمه الله alipokuwa kitaja aya hii walayali alashri akasema almurad biha ashru dhulhijja, makusudio yake ni masiku 10 ya dhulhijja, kama qala ibn Abbas wa ibn Zubayr wa Mujahid wa ghayr wahid min as-salaf wa ghayr wahid min as-salaf wa khalaf, kama alivyosema hawa na sio kwa mmoja katika khalaf na salaf. Wa a'lana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amra ayyam ashri dhulhijja, na mtume alilikuza na kulifanya kubwa jambo la masiku haya dhulhijja, al-awwal yale masiku 10 ya mwanzo, wa akbarahu wa adhara, na akalikuza jambo lake na akaliweka wazi. Fa sahha anhu annahu qala, basi kasiku toka kwake yeye kwamba yeye amesema, ma min ayamin al-amalu salih fihin ahabu ila Allah, hakuna katika masiku yoyote amali njema inapendeza zaidi katika masiku hayo kwa Allah, min hadhihi al-ayami al-ashr, kuliko haya masiku 10. Faqalu ya rasul Allah, wakasema ewe mtume wa Allah, wala al-jihadu fi sabilillah, wala kupigana jihadi katika njia ya Allah. Mtume akasema wala al-jihadu fi sabilillah, hakuna amali yenye kupendeza zaidi kuliko katika masiku haya wala jihadi katika njia ya Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi shay, isipokuwa mtu ambaye aliotoka kwa nafsi yake na mali yake kenda katika vita, hakurejea na chochote katika hilo, yani ameuawa na nafsi yake imetumika vitani. Na katika tamko jingine kwa isnadin hasan annahu qala, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema, ma min amalin azka inda Allah azza wa jalla, hakuna amali yenye utakasifu mno mbele ya Allah, wala a'zam ajran, wala yenye ujira mkubwa, min khairin ya'lamuhu fi ashri al-adha, kuliko khairi ambayo mtu ya'maluhu anayofanya katika siku 10 hizi za mwanzo za dhulhijja. Qila wadhal jihadu fi sabilillah, akaulizwa hata jihadi katika njia ya Allah, mtume akasema wadhal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay, isipokuwa mtu aliotoka kwa nafsi yake na mali yake wala kurejea kwa chochote katika hili. كذلك وفي هذه العشر المعظم المبارك كان الحج الذي هو احد اركان الاسلام نا katika masiku haya 10 yaloadhimisha imekuwa ibada hija ambayo ni moja katika nguzo za uislamu wa usuluhu alazim na misingi yake ilikuwa mikubwa inafanywa katika kipindi hichi. Alladhi sahha anna an-nabiy qala fi sha'nihi, hija ambayo imesiku toka mtume amesema kuhusiana hija hiyo, man hajja لله اتكيفني حجة كواجلي الله فلم يرفض ولم يفسق حكتو منه مبايا ولا فنيا ووو رجعك يوم ولدته أمه أنا رجيا كما يلسيك ولزليوا نما مياك. وصح عنه أيضا أنه قال نيمسيك بيا كتوك فاك في لبيلك وممتومي صلى الله عليه وآله وسلم ونسمع الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ليس له جزاء إلا الجنة حجة iliyokuwa safi iliyotakasika haina malipo isipokuwa pepo. Na katika haya masiku 10 aidan kuna يوم عرفه وما ادراكم ما يوم عرفه, na kipi kinachokujuzeni hiyo siku ya Arafa, innahu يوم الركن الاكبر لحج الحجاج, hiyo ndio siku ile nguzo kubwa ya hija wanaoifanya mahujaji, يوم الوقوف بعرفه siku ya kusimama Arafa, ويوم تغفير السيئات na siku ya kufutiwa madhambi, walitqi minan nari lahum na ule kuachwa watu na moto wakawa huru, haithu saha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, pale aliposema kwamba mtume amesema siyami yawm arafa, aliposema ma min yawmin akthar min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawm arafa wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-mala'ika fayakulu ma arada haula, hakuna siku ambayo Allah anakithirisha kuacha watu huru na moto, kumwacha mja huru na moto kuliko siku ya Arafa. Ni siku ambayo Allah anakaribia na siku ambayo anajifakharisha kwao malaika wake, anawauliza ni kitu gani ametaka hawa waja wangu walitoka miji ya mbali wakaja katika viwanja hivi. Na funga ya Arafa juu ya upesi wake na uleni wake inafuta madhambi ya miaka miwili kama ilivyosihi hili kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliposema siyamu yaumi arafa, siyamu yaumi arafa
funga ya siku ya Arafa, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da, nataraji kwa Allah ikafuta madhambi ya mwaka wa kabla yake na mwaka uliokuja baada yake. Kwa hiyo haya ni baadhi ya yale ambayo tunayotaja juu ya fadla na utukufu wa siku hii ya Arafa, bali katika utukufu wa masiku haya ambayo yako mbele yetu. Kwa hiyo Muislamu mtakana jiandae na ajipange vizuri katika kuitumia fursa ya masiku haya ambayo ni masiku bora, masiku ya khairi katika uhai wetu, na tujue Allah ametupa muda gani kubakia katika hii dunia. Kwa hiyo fursa kama hizi, ndugu zangu, tuzitumieni katika kuyafanya mambo anayoyapenda na kuyaridhia Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Manhaj Online TV, kitubora cha elimu sahihi.